الصبر على الطاعة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيها من التعب والألم، الإنسان يقوم الليل يصلي الفجر يخرج زكاة ماله يخرج الصدقات. هذا الصبر على الطاعة، الجهاد في سبيل الله، الصبر على الطاعة فيه تعب، فيه مشقة على النفس، لكن الإنسان قد يصل إلى مرحلة أنه يتمتع بهذه الطاعة مهما كانت ثقيلة على الآخرين، لكنه يجدها متعة وراحة يفرح بها.